السياسي اليمني متحدثا معنا من القاهرة، وبالتأكيد يبقى ملايين اليمنيين يبحثون عن طوق نجاة سياسي لهم بالنظر إلى كثير من المآسي والمشكلات الإنسانية البالغة الطاحنة التي يعانونها. مستمرون معكم في متابعتنا ووقفتنا الحوارية بعد قليل، لكن بعد متابعة موجز أخبار الساعة بصحبة الزميلة شروة حمد. أهلا بحضراتكم من جديد، وبنذكر بموضوعنا الرئيسية الضوابط اللي وضعتها لجنة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بعلاقات الأحزاب السياسية المصرية بنظيراتها الأجنبية، ومش هنضيع وقت نخوض على طول في الموضوع ده وهذه الضوابط وإيه الدلالات وكيف يمكن لهذا الموضوع أن يؤتي ثماره ربما بعد التحفظات بشأنه. ومعي ومعكم في هذا اللقاء الأستاذ ناجي الشهابي البرلماني السابق ورئيس حزب الجيل الديمقراطي. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. وبوجه التحية أيضا لدكتور عاصم جنيدي الأمين العام المساعد لحزب المحافظين. أهلا بحضرتك. أهلا بك. الحقيقة الموضوع ده طبعا في أكتر من جزئية وفي أكتر من محور، لكن لنبدأ أستاذ ناجي بأول ضابط أساسي حاكم لهذه العملية متمثل في أن ما يكونش في يعني هذه الأحزاب تعمل بتبعية لأي جهات أجنبية تتخذ موقف عدائي من مصر، يعني أو يمس بأي شكل من الأشكال الصالح المصري. هو طبعا يعني ده موضوع يعني جديد قديم، يعني عاشته مصر منذ بدء التجربة الحزبية في عام 77، وكان دائما العلاقات ما بين الأحزاب المصرية ونظراتها الأجنبية أو حتى ببعض الأنظمة الأجنبية كانت محل علامات استفهام كثيرة من الأحزاب اللي أجندتها وطنية، وكان هذه علامات الاستفهام كانت بتبحث ليه الدولة سايباهم وليه هي لا تتخذ إجراء ضد هذه الاتصالات اللي يعني لا يمكن أن تكون تعود بالخير على كل قضايا الأمن القومي المصري. نعم. أو تعود بالخير على الوطن بصفة عامة. وكان دائما في تنبيهات، ولكن لم تصل إلى ما وصلت إليه لجنة شؤون الأحزاب مؤخرا عندما أصدرت بعض الضوابط اللي هي أنا شايفها كمان إنها مش كاملة، يعني في حاجات مسموح بحاجات أنا أعتقد إنها ضارة بالأمن القومي للبلاد. الضوابط اللي عينتها لجنة شؤون الأحزاب برغم إن هي يعني لجنة شؤون الأحزاب ليست وصية للأحزاب المصرية، وإن اللي بيحدد عمل الأحزاب المصرية هو قانون الأحزاب السياسية ثم برنامج الحزب ومستوياته القيادية المنتخبة بشكل ديمقراطي، وبيكون من خلال هذه المستويات بتبقى خاضعة لمصلحة الحزب الخاصة. ومع ذلك احنا بنرحب بأن لجنة شؤون الأحزاب تلفت النظر، لأن ما بعد 25 يناير حصل نوع من الانفتاح الشديد على الخارج، وهذا الانفتاح الشديد له كلون انعكاسات على مجمل القضايا في مصر، وزي ما كنا بنلاقي في منظمات مجتمع مدني كانت بتتعامل مع مؤسسات أجنبية وتلقى منها تمويلات، وجدنا أيضا أحزاب سياسية بتتعامل مع أحزاب أجنبية، وأيضا في هناك ليس فقط تبادل وفود وعلاقات، ولكن وصل إنها يبقى في تبادل في تمويل يعني أجنبي. ديت يعني لا يمكن في الدنيا كلها حد يسمح بيها، يعني مفيش دولة في العالم كله تسمح لأحزابها إنها تتلقى تمويلات أجنبية، ولا حتى بتسمح لمنظمات المجتمع المدني العاملة فيها إنها تتلقى تمويلات أجنبية. ده بيدخل على طول في إطار الإضرار الشديد بالأمن القومي، لأن هذه الدول الأجنبية ليست جامعات خيرية. طبعا ما هو ده حقيقة نقلنا لشرط تاني أساسي من شروط هذا التعامل بين الأحزاب المصرية والأحزاب الأجنبية،
ان يكون في شفافيه لكل الممارسات اللي بتتم في هذا الاطار. وده خليني اسال حضرتك دكتور عاصم، يعني هل حضرتك بتشوف ان ما يثار عن ان الموضوع مرتبط بالامن القومي، وان مثل هذه الضوابط والاجراءات مطلوبه بشده لتحقيق هذا الامن القومي المصري؟ يعني هل بتشوف ان هذا السبب بالوجاهه ان ممكن يكون في يعني اتفاق مبدئي عليه حتى وان كان في بعض ربما التحفظات بشأنه؟ وهل الأجواء نفسها يعني أو الظروف الحالية للبلد يعني تقتضي مثل هذه الضوابط؟ بداية خليني أقول إيه هي التحفظات اللي حطتها لجنة شؤون الأحزاب. هم خمس تحفظات. الأول هو منع اللقاءات السرية مع الأحزاب الأجنبية. القيد الثاني اللي وضعته أو الضابط الثاني اللي هو منع التمويل الأجنبي إلا إذا جاء في صورة منح تدريبية تتصل بأهداف الحزب. الثالثة ألا يكون التواصل مع أحزاب وتنظيمات سياسية ذات موقف عدائي مع مصر. الرابعة ألا يكون التواصل مع أحزاب لها ميليشيات عسكرية أو ما إلى ذلك، وأن تكون في أهداف واضحة ومقننة لقيام العلاقة بين الحزب المصري وأي حزب آخر. دي الشفافية دي الخمس ضوابط اللي وضعتهم لجنة شؤون الأحزاب. مبدئيا هذه الضوابط جيدة وجديرة بالاحترام علشان لضمان حيدة وسلامة النظام الحزبي في مصر. ودعينا نقول ان احنا عندنا نظام حزبي، عندنا اكتر من 100 حزب، لكن جينا مرة نعمل لقاء لمجموعة احزاب لقينا 100 حزب اكتر من 50% او 60% من الاحزاب المقيدة بلجنة الاحزاب ملهاش مقار، هي اسماء فقط. فدي برضه اشكالية في زيادة عدد الاحزاب اللي موجودة، سعيها للتمويل، سعيها لانها تحصل على مبالغ ماليه من اي مكان، رغم ان قانون الاحزاب في مادته الرابعه بيحدد مصادر تمويل الاحزاب وبيرتب العقوبه عليها. لكن دعينا بقى نقول في الجزء الاول او القيد الاول الخاص باللقاءات السريه للاحزاب، ما هو الضابط اللي تستضعه لجنه شؤون الاحزاب لضبط هذا الضابط؟ هل ستراقب الاحزاب؟ هل الحزب مطلوب منه ان يعلن جهه ما بأنه سيلتقي لجنة أخرى؟ لو انتقلنا الجزء تاني بأن يكون هذا الحزب ليس في موقف عدائي مع مصر، هل تجرؤ لجنة شؤون الأحزاب أن تعلن أسماء الدول التي لها موقف عدائي مع مصر مع ما يترتب على ذلك من خلل في علاقات الدبلوماسية الشعبية بين الدول، حيث أننا نعلم تماما أن للحكومات قراراتها وللشعوب خياراتها والأحزاب دي أحزاب موجودة داخل مصر. هل لو هناك حزب اشتراكي في دولة أخرى ولدينا حزب اشتراكي داخل مصر ويكون على تواصل معه، هذا الحزب الاشتراكي في الدولة الأخرى قد يكون في يوم من الأيام هو الحزب الحاكم، فهذه العلاقة قد تسمح بأن تكون هناك علاقات متميزة. القيود التي وضعها قانون الأحزاب في التمويل موجودة وصارمة. أموال الحزب هي أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولا مناص ليها. موظفي الأحزاب ومنتسبي الأحزاب هم موظفين عموميين. المال هو مال عام تراقبه الجهاز المركزي للمحاسبات. من هنا كانت القيود دي هي مطلوبة ويجب تفعيلها، وهي القانون مغطيها، مش مغطيها هو زي ما تقول يبقى عمل نوع من الكشف ليها. طيب هقف مع جزئية القانون مغطيها وارجع لحضرتك تاني يا استاذ ناجي. يعني دي يمكن الآفة اللي دايما بنواجهها، ان بيكون في تغطية تشريعية لكن تفعيل القانون نفسه، وده مسألة برضه حضرتك اشرت لها، تبقى هي المشكله. بالاضافه لكده قد يقول قائل يعني ان يعني يثمن جدا يكون في اتجاه للتعامل بين الاحزاب المصريه والاحزاب الاجنبيه، لكن ايضا من ضمن الشروط اللي ربما تكون غير مذكوره لكنها مطلوبه ان يكون في ترتيب للبيت الحزبي او الحياه الحزبيه المصريه من الداخل من الاساس. راي حضرتك؟ يعني هو زي ما قلت لحضرتك ان الكلام ده من زمان مش من دلوقتي. يعني زمان كنا احنا عاملين حاجه اسمها الدبلوماسيه الشعبيه، تصل ما انقطع بسبب سوء العلاقات بين الدول. انا كنت في يوم من الايام امين عام مساعد حزب العمل في نهايه السبعينات القرن الماضي، كنا عملنا حاجه اسمها الدبلوماسيه الشعبيه، وكان في خلاف بين مصر السادات مع ليبيا القذافي وعملنا نوع من الدبلوماسيه هناك. كان في خلاف بين مصر السادات اسمه مصر مبارك مع النظام السوداني وعملنا ايضا نوع من الدبلوماسيه الشعبيه. يعني العلاقات بين الأحزاب السياسية وبين نظيرتها
ممكن يكون مفيد للمصلحة الوطنية. المهم تكون يعني اختلافات مش لا ترقى إلى الانقسامات، لأن الانقسامات هي نفسها اللي ممكن تعمل مشكلة، في أن يكون في فعلا جبهة حزبية داخلية متينة ترشح يعني بتخلي ان في فعلا كفاءه في التعامل مع الاحزاب الخارجيه ايا كانت الضوابط. انا هرجع لحضرتك مره ثانيه، لكن اسمح لي اخذ مداخله الاستاذ محمد الغباشي امين عام حزب حمايه الوطن. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. يعني العنوان الرئيسي ربما هو ضوابط التعامل بين الاحزاب السياسيه المصريه ونظيراتها الاحزاب السياسيه الأجنبية، يعني تقييم حضرتك لهذا المنحة ولشكل الضوابط الموجودة على الساحة. أولا بس على ضيوف حضرتك الكرام، وأنت حضرتك بتتكلمي على موضوع في منتهى الأهمية بعد ما أصدرته لجنة شؤون الأحزاب. الحقيقة أن خلينا بس يعني قبل ما نتكلم، وكل الاحترام للجميع، إحنا عندنا لازم نبقى عارفين الخريطة السياسية للأحزاب في مصر. احنا كان لدينا عدد من الاحزاب قبل ثورة 25 يناير، وبعد العدد ده ضعف اكتر من مرة باسلوب او باخر بعد 25 يناير. كان ما يحدث قبل 25 يناير وحسب التطور من منتصف السبعينات من تطور المنابر، ان كانت هناك حزب قائم رئيسي ومجموعة أحزاب معارضة، كويس، وهذه الأحزاب لم كانت تعتمد تماما على ما تأخذه من الدولة، وكان البعض يقوم باتصالات سياسية مع بعض الجهات العربية على وجه الخصوص، وهذا مثبت ومعلن، وكلنا نعلم ما كانت تقوم به عدد من الأحزاب باتصالات ببعض الجهات العربية. طبعاً أنا فاهمة كلام الحركة تقصد تقوله كبداية، إن لازم يكون لدينا المؤهلات في البداية اللي فعلاً يعني إيه تبشر بإنجاح مثل هذا التعامل بين الأحزاب المصرية والأحزاب الأجنبية. لكن خلينا نتوقف أكثر أستاذ محمد مع فكرة الضوابط والقواعد اللي طرحتها اللجنة، واللي يعني البعض بيثمنها جداً وبيشوف إن هي حماية للحياة السياسية بشكل عام، وإن كان البعض الآخر ربما بيحمل بعض التحفظات اللي منها إن يكون في شكل من أشكال الوصاية اللي بتمارس على الأحزاب السياسية. خليني بس أقول أوضح لحضرتك إن أنت الضوابط اللي بتوضع إذا لم يكن هناك آلية واضحة لتقنين الإجراءات اللي بتقوم بها الأحزاب في علاقاتها واتصالاتها، عشان نبقى عارفين هل هذا الاتصال بيتم في العلن وبيتم بغرض لصالح الدولة المصرية ولصالح الحياة السياسية في الدولة المصرية، تمام، أو بيتم لصالح أشخاص محددين للحصول على أموال من جهات خارج الدولة لأغراض خاصة. طيب أنا كان معايا الحقيقة دكتورة عاصم جنيدي والأستاذ ناجي الشهابي، وكان في كلام إن في مظلة قانونية يعني بتكفل هذا التقنين اللي حضرتك بتتكلم عنه. هل حضرتك ما بتشوفهاش كافية أم ترى أنها ليست مفعلة بالقدر المطلوب؟ عمرها ما هتكون كافية، لأن احنا أولا الحالة النضج السياسي التي تحدث في الدولة المصرية حتى الآن لم تصل إلى الممارسة السياسية الصحيحة، كويس، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، اللي بيحصل إن أنت لو طلعت ضوابط وعملت قوانين، ولكن هل وأنا بعيد تاني آلية التنفيذ وآلية المحاسبة على ما يتم إذا كنا هنعمل علاقة طيبة مع حزب في دولة عشان يعني نستثمر هذا الموضوع لصالح الأمن القومي المصري ولصالح الدولة المصرية، فما بالنا إذا قام حزب آخر ومجموعة أشخاص آخرين للاتصال بحزب في دولة أخرى لصالح أغراض خاصة بهم ولصالح تنفيذ أجندة خاصة بهم والحصول على أموال والحصول على معلومات أو تيسيرات من الداخل أو الخارج. إذن إحنا الموضوع ليس كثرة قوانين وليس كثرة ضوابط تضعها لجنة شؤون الأحزاب التي ليس لها من الأساس القانوني الوصاية على الأحزاب، وإنما يجب أن يكون هناك
اسلوب واليه محدده لشفافيه المعاملات بين الاحزاب. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا استاذ محمد، والحقيقه هو سؤال يجدر طرحه بقوه. انا بشكر حضرتك وارجو ان يعني تتابعنا. استاذ محمد الغباشي امين عام حزب حماة الوطن، واتحول للدكتور عاطف مغاوري نائب رئيس حزب تجمع، تحيه لحضرتك. تحيه ومساء الخير، وتحيه ليك وللمشاهدين.